شفت اصحاب حماده كلهم معاشات. اهو حماده ده عامل زي مجله ميكي من 7 لـ77. وطي صوتك يا علاء احسن ماما نونا تسمعك تاخد على خطرها. عم وطي صوتك ايه؟ المساله محتاجه كلام. ما هي الصوره اهي واضحه زي الشمس، خير تعبير عن المسخره اللي احنا عايشين فيها. انا اسف جدا على التاخير، اسف يا جماعه. لسه في وقت عشان نطفي الشمس. قدم لكم ايه ناس؟ مراتي. مراتك؟ اه لسه متجوزين نوفي، ما بقالناش 10 دقايق. تعالي يا ناس. دي بقى ماما نونا. ازيك يا طعم؟ الحمد لله. مبروك. ده بقى ماما نونا هيثم. سلم على ماما نونا. اهلا وسهلا يا حبيبي. انتوا لحقتوا خلفتوا كمان؟ لا ماما انا صحي جامد بس مش قوي كده. ده بقى هيثم ابن ايناس من جوزها الاولاني الله يرحمه. جايه جاهزه بقى. ابن اللذينه ليه امتى ده؟ مش بقول لك ده احسن واحد يربط صواميل. فعلا تحت الساهد اواهي. ده حماده ده طلع حكايه. بس معقوله كل ده في يوم واحد؟ حماده يا جامد، وقعت عليها فين الموزه دي؟ لما يا بيتي ده كلام كبار مالكيش فيه انت. طب يعني وكسر حاجات كده؟ ايوه حاجات كده. والله ما كنت اعرف يا باشا، انا جايه لانه عيد ميلاد وجايب لك الحمالات. لو اعرف انها دخله كنت جبت لك فيتامينات. انما المره الجايه بقى ملفوق. عارف انت حسام ابنك لو عارف هيفرح لك قوي. ناوي تقولي له؟ يا سلام، هو انت متجوزها في السر يعني؟ ما هي مصر كلها عارفه. وبعدين انت ناسي هو شغال فين؟ يعني زمانه عارف دلوقتي. ما انا اقول لك ابني طز فساد. عامل لك طبق يا حبيبتي. ميرسي يا طنط. طب وانا هعمل لك ليه؟ قومي انت، ده بقى بيتك، قومي اعملي الطبق اللي يعجبك. تعالى هنا. انت ايه اللي انت عملته ده؟ بقى بعد ما شاب راح يكتب الكتاب. شاب؟ ده انت اللي عجزت يا سياد دي. معلش يا اخوانا اعمل حسابكم، الفترة الجاية دي انا هقطع علاقتي بيكم، معلش يا معالي الوزير. ليه بقى يا حمادة بيه؟ مش جيلي، مش من سني. اكبر نفسي ليه؟ ده انت مصيبه من مصايب الزمن يا حماده. ما شاء الله. الوان اللي كنت عايز اجيب له بزازه. ده احنا اللي لسه في اللفه يابا. اتمتع يا حماده. العب يا حماده. الله عيشة. ازاي؟ مبروك يا حماده. فين ابراهيم امال؟ كان جاي والنبي كان جاي معايا بس هو سخن فسبته شويه وقلت له اتكلفت ونام. قولي له ابوك مخاصمك. ليه بس يا حماده؟ سلوكه في الجامعه مش عاجبني. خدت بالك من حماده؟ طربوي جدا. ألف 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 مبروك يا حمادة يا ابن عمي. ومن شر حاسد إذا حسد. بصراحة المرة دي تتحسد فعلا. ده أنت عقد تاني يا راجل. يا ابني طول عمري معقدك في عيشتك مش كده كمان؟ مبروك مبروك يا حمادة. الله يبارك فيك يا كيمو. أنا ما تلاقي حمادة مش هتعرفنا بالمدام؟ ده أنا معلش سوري بس تعر منكم. صدق معها. مبروك يا مدام إيناس. بقى كده تعملوها من ورانا. كل حاجه جت فجاه يا سليم من بيه. حماده ايوه امشي قدامي. اسيب الناس واجي معاكي فين؟ عايزه ايه؟ يلا عشان نطفي الشمع. يلا يا ايناس، يلا يا هيثم. اتفضل يا معالي الوزير. اتفضل يا كمال بيه. يلا عشان تطفي الشمع يا حماده. كلنا في ده حماده. نموت ونموت ويحيى حماده. يلا يا بهوات يلا اتفضلوا يا اصدقاء حماده عشان نطفي شمع حماده. برضو
انت مش نازل الصبح على شغلك وقلت لي انا هرجع على طول؟ ابص الاقيك راجع وفي ايدك واحده غريبه تقول لي دي متجوزه؟ ايه جبتها منين دي ورايحه تتجوز من غير ما تقول لي؟ ايه ماما، ما انا قلت لك على طول. هو انا خبيت عليكي؟ انا لسه متجوز حالا، انا طلعت من عند المأذون عليك على طول. بقى انا من صباحيه ربنا دايره لم لك عيالك حواليك علشان يبقوا جنبك، تقوم انت تطفشهم بعملتك دي؟ خلاص بقى يا نونا، خليكي حلوه بقى، هتنكدي عليا ليله دخلتي. هو انا متجوزها ليه؟ هو انا عايز اتجوز؟ انا متجوزها عشان تخدمك وتسليكي. تحكي بقى خلاص. احنا ناقصين مصاريف عشان تروح تتجوز؟ دي صاحبة محل يا ماما، ده على قلبها فلوس قد كده، ما تخافيش على ابنك، ابنك واقف، ده انا حماده الجامد قوي. انا اسفه يا طنط، اظهري اني ازعجتكم. يلا حمد عشان توصل. يوصلك فين؟ لو النبي ما انت ماشيه، في واحده برضو تمشي يوم دخلتها الناس تقول ايه؟ عروسه نازله نص الليل. معلش اصلي ما عملتش حسابي وهدومي كلها في البيت، هنام ازاي يعني؟ يا اختي ان كان على قمصان النوم ما فيش اكتر منهم، والنبي ده انا عندي حاجات لسه بشوكها ما اتفتحتش. ما تقول لها يا حماده. ماما عندها حق بصراحه، ناس بعدين الدنيا برد بره جدا دلوقتي، هيثم لو خرج ياخد برد. تعالي حبيبتي نقي قميص النوم اللي يعجبك. تعالي يا ماما. راح فين؟ ايه ماما راح اتغير، راح اتغير هدومها. وتغير ليه؟ ما تنام كده. لا تنام كده ازاي يا هيثم؟ ما ينفعش تنام كده، الليله دي بالذات لازم نغير، انت كمان لازم تغير. رايح انام مع ماما. تعالى هنا بس تنام مع ماما. ده ايه هيثم؟ تيجي نلعب لعبه، انت تنام جنب مامتي وانا انام جنب مامتك، ايه رايك؟ ليه؟ اهو نغير. لا كل واحد ينام مع مامته. وبعدين بقى مش احنا اصحاب ونسمع كلام بعض؟ انت تنام جنب مامتي وانا انام جنب مامتك. طب مش هم بنات؟ سيبهم يناموا مع بعض وانا وانت ننام مع بعض. لا يا حبيبي كده اللعبه تبوظ، ما ينفعش، انت تنام جنب مامتي وانا انام جنب مامتك. هيثم انت شفت اوضتي؟ تعالى افرجك، اوضتي فيها حاجات هتعجبك قوي. تعالى. فيها يا حماده؟ فيها حاجات وحاجات. يجعل دخلتك علينا دخلت خير وسعد ان شاء الله. طبعا يا ايناس انا مش عايزه اقول لك بقى، احنا لسه ما خدناش على بعض ولا خدنا ودينا في الكلام مع بعض. في حاجة واحدة بس عايزة اقولها لك تحطيها حلقة في ودنك، جوزك ده تشيليه جوه عينيكي الاتنين، ومهما زعل ولا زهق ولا تنرفز برضو يا حبيبتي تستحمليه، هو حقيقي حمقي شوية انما والنبي قلبه من جوه زي اللبن الحليب. انا عارفة يا طنط ان انا عملتلكوا ازعاج، يعني دخلت عليكم كده من غير احم ولا دستور. يا اختي ما تقوليش ازعاج ولا حاجه، مادام ابني حبك واختارك واتجوزك خلاص انت دلوقتي بقيتي بنتي. ما تتصوريش انت وهيثم مليتوا عليا البيت قد ايه. شوفي بقى انا عايزاكي الوقت تنامي وتستريحي، والصبح باذن الله نقعد بقى مع بعض من اول النهار نحكي على راحتنا. ميرسي قوي يا طنط. ما بلاش يا اختي قولي الطنط دي، ما تقولي لي يا ماما نونا. متشكرة يا ماما نونا. خلاص وهيثم ده ما تشيليش همه، ده هيبات في حضني انا. ربنا يخليكي ليا يا ماما نونا. جاي يا حمادة، انت متجوز الولية عشان تسيبها وتيجي تقعد هنا؟ يا ماما انا ما صدقت ان نايمته. مالكش دعوه انت بهيثم، سيبهولي روح لمراتك مستنياك. شوف تعالى هيثم سيبهولي، انا حبيته في حضني. تعالى يا حبيبي. خليك معانا يا حبيبي، هتحكي لك حدوته حلوه قوي قوي قوي. كان مره ايه في ارنبه مخلفه ثلاث ولاد. ارانب برضو؟ ارنبه هتخلف ايه غير ارانب؟ وبعدين في يوم من الايام كانت عايزه تنزل السوق عشان تشتري لهم حاجات حلوه، ندهت لهم قالت لهم يا ولادي يا حلوين
انا نازله السوق اجيب لكم حاجات حلوه. اوعوا حد يفتح الباب لا يكون الثعلب المكار. قالوا لها حاضر يا ماما. قالوا لها ايه؟ حاضر يا ماما. يا لهوي حماده انت لسه واقف هنا يا ابني؟ روح واقفل الباب وراك بقى. حاضر يا ماما. هيثم نام في سابع نوم. انا مش مصدقه نفسي، ازاي ده حصل بالسرعه دي؟ معقول احنا اتجوزنا؟ انا حاسه كاني بحلم. احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يحس انه بيحلم. ايه انت بتعمل ايه؟ ايه ناس انا بلع قدامي؟ ما انت مرات احنا اتجوزنا خلاص. ايوه يا حماده بس انا لسه ما خدتش عليك، من فضلك لو سمحت تقلع في الحمام. الحمام بره يا ناس، الدنيا بره تلج. طب خلاص اقلع هنا وانا هغمض عيني. لسه خلاص؟ لسه خلاص؟ لسه. خراويس. انت لابسه ده؟ دي جلابيه من تصميمي سهلة الخلع واللبس. نعم. ماما اصل انا خايفة هيثم يسحب. يا حبيبتي هيثم دلوقتي في حضن ماما نونة. أنا مجرب حضن ماما نونة، مفيش عيل يستحمل خمس دقايق زي ما أنا دلوقتي في سبع نوم. عمال تلعب في الملاهي وجينا على عيد الميلاد، يعني ما خدتش راحتك. مش عارف، اول مره تحصل، عمري ما حصلت حاجه زي كده. ما تعملهاش حكايه بقى، انا الموضوع ده ما بيفرقش معايا خالص. الكلام ده بيضايقني اكتر يا ناس. طب ممكن تنسى الحكايه دي وما تحطهاش في دماغك؟ يوه الايام جايه كتير يا حماده. طب قوم نام يلا، قوم الصباح رباح. يا حماده يا انوسه، يلا يا اختي عشان الفطار. صباح الخير يا ماما نونة. صباح الفل والورد على عيونك. ايه حماده لسه مصحيش؟ لا لسه، اصل تعبان شويه. تعبان ليه؟ ماله؟ اصل طول النهار امبارح واقف على رجليه. هيثم فين؟ هيثم يا اختي صحي من بدري وفطرته ونزل تحت في الجنينه بيتمرجح. بسم الله، والتانية بسم الله، والتالتة لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يا حبيبي يا حمادة يا عريس، ناموسيتك كحلي. يلا يا حمادة بقى قوم عشان الفطار. صباحية مباركة يا عريس. صباح الخير يا ماما. ايه يا حبيبي مالك؟ وشك دبلان كده ليه؟ ما فيش حاجة. اجيب لك الفطار هنا في السرير؟ لا روح انت بس وانا هحصلك على طول. الله، في حاجه بتوجعك ولا بتشتكي من حاجه؟ يا ماما مفيش حاجه، خلص بقى. طب يلا يا حبيبي يلا بقى، يلا علشان تفطر مع عروستك وانا هحضر لك الحمام. حمام؟ ايه ده كله يا ماما؟ دي وليمه مش فطار. اصل لقمه الفطار دي مهمه قوي. البني ادم اللي يفطر كويس يبقى طول اليوم زي الاسد. يا بختك يا حماده يا بختك، ماما متوصيه بيك على الاخر. يا حماده ما بتاكلش ليه يا حبيبي؟ ما فيش، ماليش نفس.
ماليش نفس. في برضو واحد يقول كده يوم صباحيته. سيبيهولي انا يا ماما، انا هاكله بايديا. ايوه يا اختي اعملي معروف، خفي عني شويه عشان ده مغلبني قوي في اكله. انا نسيت معلقه العسل. انا مش فاهم انت مبسوطه قوي كده ليه. هو في ايه يا حماده؟ ايه اللي حصل يعني؟ انا عمري ما حصل لي. خلاص بقى يا حماده، خلاص كل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله. كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. اسمعي، انا هاخدك ونطلع على اسكندريه دلوقتي. اسكندريه في البرد ده؟ ايوه في البرد ده. هيثم عنده مدرسه. اصبر اصبر، كل حاجه هتيجي في وقتها. اصل بصراحه الجو ده مش مريحني. هيثم يصحى، هيثم يخبط على الباب، في قلق، مش قادر اركز. انت عارف انا بحب هيثم قد ايه، انما خلاص يا حماده، انا دلوقتي هاخد هيثم هوديه على المدرسه، وهعدي على المحل ابص عليه بصه صغيره، واجري على البيت اجيب هدومي وارجع لك على طول. معلقه العسل يلا. هم يا جمال. مش عايز. الله، مش عايز، مش قادر يا ماما. ليه؟ بابا يلا. على فين يا حماده؟ ايه هو، ايه اللي حصل؟ لحقتوا تزعلوا مع بعض؟ لا والله يا ماما، هو اللي فجاه كده قلب. ده ابني وانا عارفاه كويس. هو لما اتجوز حس انه اتكعبل واتشنكل. المرتين اللي اتجوز فيهم عمل كده برضو يوم الصباحيه. انما يا ماما هو ليه طلقهم؟ بس بصراحه، بصراحه ومش عشان هو ابني، الاتنين ما فهموهوش. مش يمكن يا ماما نونا هو اللي ما فهمهمش؟ هو في راجل في الدنيا دي يفهم الستات؟ الست هي اللي لازم تفهمه وتداديه وتدلعه وتمشيه زي ما هي عايزه من غير ما تحسسه بكده. اصبري بس، اصبري اصبري، ده انا هعلمك حاجات تخليه يمسك فيكي بايديه واسنانه. تسيب عروستك يوم الصباحيه وتنزل. الستات حسب ما تعودهم يا سليمان بيه. لو تعودت انك جنبها على طول، لو اتاخرت خمس دقايق تعمل لك بلو. انا نظام حياتي كده، مش هيتغير. هو كده. عاجبها على كده اهلا وسهلا، مش عاجبها هي حره بقى. والله العظيم جامد، والله العظيم جامد قوي. شايفين المخ، شايفين الدماغ، شايفين التفكير. يا مرسي فين الطلب؟ ايوه بسرعه يا مرسي. حماده بيه النهارده لازم ياكل طبقين حلويات على الاقل. والله لا اكل معاك يا حماده، طول عمرنا ماشيين على الرجيم والسعرات الحراريه ولا فيش فايده برضه. اعمل لي طبق بسبوسه بالقشطه يا مرسي. ايوه احنا كلنا النهارده هناكل حلويات احتفالا بحماده، بس على حسابك طبعا. مبروك يا حماده بيه. ميرسي يا مرسي. الف الف مبروك. انما ما فكرتش يا حماده لما تتجوز وانت في السن ده، وهي برضه لسه صغيره، وتخلف لك حته عيل، هتربيه امتى وازاي؟ يعني ربنا يديك طول العمر؟ انا مش هنخلف. وش عرفك يا جميل؟ ما جايز الطوبه تيجي في المعطوبه. احنا متفقين على كده. قولوا لي بقى، انتوا اللي كاتبين الكلام اللي في المنشورات دي؟ دي مش منشورات يا دكتور، دي مجله بتصدرها الاسره بتاعتنا في الكليه كل 15 يوم. ده سب وقصف، دي ممكن تبقى قضيه جنائيه. ما هي كل الاسر اللي في الجامعه بتصدر مجلات، اشمعنى احنا؟ المجلات التانيه محترمه، ما فيهاش اي تجاوزات. وبعدين قولوا لي، مين بقى اللي انتوا رسمينه في الكاريكاتير ده؟ احنا ما نقصدش حد بعينه، انما اللي على راسه بطحه بقى. اتكلم كويس يا ولد. بقول ايه يا دكتور؟ الكلام اللي احنا كاتبينه ده احنا مؤمنين بيه ومقتنعين باللي احنا عملناه، ان شاء الله حتى تسجنونا.
وبعدين ما هي جرايد المعارضه بتكتب كل يوم اللي هي عايزاه، اشمعنى احنا يعني اللي جايين تحاسبونا؟ ايه رايكم بقى ان انا مش هحول الموضوع للامن؟ انا هكتفي باني اسحب كرنهاتكم وهحرمكم من دخول الامتحانات لحد ما اولياء اموركم يجوا ونشوف هنتصرف معاكم ازاي. كل واحد يسيب الكرنيه بتاعه. مبروك يا استاذ، لقينا صيعه خالص. فين بقى حريه الراي اللي قالوا لنا عليها؟ انت مصدق الكلام ده ولا ايه؟ الحكومه تقول لنا اتكلموا براحتكم، والجامعه لو اتكلمنا تقفلنا، ادي اللعبه. ولو ما اتكلمناش بقى هنعمل ايه؟ ننتحر؟ لا، روح هات لهم ولي امرك. هم مش قالوا لنا كده؟ ولي امري؟ عقبال عملتك. انا ابويا اتجوز امبارح. اتجوز يوم عيد ميلاده الستين. استاذ حماده بيبدا حياته وانا بشطب. لهوي يا لهوي يا لهوي، اترفدت يا ابراهيم؟ دي اخره صبري؟ ده انا قلت خلاص خلصنا المشوار، قلنا بقينا في اخر سنه، جاي تترفد لي قبل الامتحان بكام شهر يا ابراهيم؟ عملت ايه عشان يرفدوك؟ ما عملتش حاجه يا ماما، وبعدين انا ما اترفدتش لوحدي. احنا مالناش دعوه بظروف حد، كل واحد وليه ظروفه. انا هغير هدومي دلوقتي واجي معاك الكليه. تيجي معايا فين وانا عيل صغير؟ خلاص انت سيد الرجاله، دلوقتي تروح تكلم ابوك وتاخده معاك الكليه. اروح لابويا؟ اروح له اقول له ايه هو في شهر العسل؟ امال فين حماده يا ماما نور؟ انا بكلمه على الموبايل ما بيردش. زمانه على وصول يا حبيبتي، اصل هو متعود كده كل يوم يروح يقعد مع اصحابه، حتى النهارده كمان. ده النهارده اول يوم، طب مش هيجي يتغدى؟ بصي بقى يا ايناس يا بنتي، انا عايزاكي تتعودي على طباعه. هو حماده كده، ساعات تطلع في دماغه انه عايز يخرج يروح خارج، واوقات يقعد باليومين ملوش نفس يخرج. هو حماده كده. يلا اتغدي انت يا بنتي، انت ما فطرتيش كويس، وهو اما يرجع بالسلامه تبقى نحط له ياكل. هتغدى لوحدي؟ امر حماده بيه. اسمع يا سعيد. اه. تعرف الاجزخان اللي على اول الشارع؟ اه عارف. تروح تجيب لي الدواء ده. دواء؟ سلامتك الف سلامه، دواء ايه؟ ده عن شويه كحه كده، ظهر نمت من غير غطا. لا الف سلامه ليك، حاضر. يلا بسرعه جري. حاضر. ماما نونة، اهلا 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 اهلا، تفضلي اتفضلي. دي ماما نونة. يلا انت لسه هنا؟ يلا. حماده ايه يا حبيبي، انت بتتعصب قوي كده ليه؟ معلش يا ماما، كل حاجه في الدنيا ملخبطه، مفيش حاجه ماشيه عدل ابدا. انما انت ايه اللي جايبك دلوقتي؟ لقيتك اتاخرت على الغدا، قلت اجي هنا انا اتغدى معاك. انا عامله لك بقى شويه فتت كوارع، انما هتاكل صوابعك وراه. كوارع متحبشه بقى بالبهارات وبجوزة الطيب، حاجة تفتح النفس وتستاهل بقك. صحيح معرفش نفسي رايحة لها بقالي كام يوم ليه. مش معنى النهارده بالذات اللي نفسك راحت للكوارع؟ الله، هو كمان النفس بيقولوا لها اشمعنى ومش اشمعنى؟ نونة، ايناس اتكلمت معاكي في حاجة؟ ايناس؟ هو في حاجة؟ لا مفيش، بس انت عارف ان انا مش بحب الكوارع. معلش يا حبيبي، اتغصب على نفسك وكلها، دي سرها باتع. أبوك كان يطلبها مني 5 مرات في الأسبوع، الله يرحمه ويحسن إليه، ما كانش يزهق منها أبدا. حاكم البهريز بقى اللي بينزل من الماسورة ده لما نخبطه كده في الطبق شفا. أي أنت مالك؟ أنت بتاع كحة ولا مش بتاع كحة؟ لا مش غلط، اللي اديهولك الصيدلي تاخده وانت ساكت. لا مش 50، 100. لو عنده 150 هات. يا حماده خد يا حبيبي، خد مطرح ما يسر يمري يا رب. اسم الله عليك. انا كنت عايز اقول لك حاجه كده بس، وحياة عندك ما تزعلي. أنا ما زعلش منك أبداً يا حبيبي. أنا حاسس إن أنا اتسرعت في الجوازة دي.
خلاص بقى يا حماده، اللي حصل حصل، الكلام ده ملوش لازمه ابدا دلوقتي. تعرف انا باركت لك ليه وهحط مراتك جوه عينيا ليه؟ عشان انت كان لازم تتجوز. انا خلاص يا حماده، انا كبرت يا ابني، يلا حسن الختام، وانت مش هتعرف تعيش لوحدك في الدنيا. ما تشغل عليك يا ماما، ان كان على عيشه ولا فوزيه ولا ولادك، كل واحد منهم في وادي، يعني هسيبك في الدنيا دي لوحدك يا نور عيني. بس انا مش عايز استمر في الجوازه دي يا ماما. اصبر يا حماده اصبر، محدش عارف بكره في ايه. ايناس حلوه وصغيره وبتحبك، كان قدامها 100 واحد غيرك كان ممكن تختار منهم، بس هي اختارتك انت، يعني شرياك، واحنا عمرنا ما نبيع اللي شارينا يا حماده. اصبر يا ابني اصبر، بس قول انت الكوارع دي وان شاء الله ربنا هيسهلها وكل حاجه تبقى كويسه. الدواء يا حماده بيه؟ دواء ليه يا حبيبي؟ اسم الله لا عليك. لا ده مش دواء يا ماما، ده مقاول الشعر، اصل شعري بيقع من قدام. وانا والنبي شعري بقى بيقع انا كمان يا حماده. بيه الدواء ده بتاع اللي... لا اسكت انت، مالك انت؟ انت بتتحشى ليه في اللي مالكش فيه؟ يلا خد ماما نونا وصلها. حبيبي انا مش ماشيه من هنا لما اكمل اكل. هاكل يا ماما هاكل، يلا يلا روح. اتفضل هروح معاك. اتفضل معايا تاكسي تحت هيوديني لحد البيت. صح. يلا يلا اتفضل. على فكره الصيدلي بيقول لك القرص مفعول وبيشتغل خلال ساعه. عارف الله. امال انا بقرا ايه؟ امشي. لا 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 تتحسب، الساعة 3 العصر وعلاء بره في الشارع. ايه خير؟ في ايه؟ خير يا بس يا كمال، ده انا ما نمتش طول الليل. ايه اللي حصل؟ يعني عاجبك المهزله اللي كنا فيها امبارح دي؟ مهزله ايه بس يا عم انت؟ تاخدها جد كده ليه؟ ما انت عارف حماده ابن عمك طول عمره كده. ايه يعني الجديد في اللي عمله؟ انت عارف الست اللي اتجوزها الشملول حماده بيه ده تطلع مين؟ انت تعرفها؟ لا معرفهاش، لكن قعدت طول الليل احاول افتكر انا شفتها فين قبل كده، لحد ما افتكرت. الست دي نصابه ومحتاله، وكانت متجوزه راجل عنده محل ادوات تجميل، خدته منه. الراجل ده يبقى صاحب واحد صاحبي، وشفتها معاه مره. الله يخرب عقلك يا حماده، ده انت دهل بصحيح. الضحك خلص يا كمال، المسألة بقت خطيرة وما نسكتش عليها. في يا علاء، تظاهر بس عشان مش نايم أعصابك مشدودة وتعبان. اسمع يا كمال، الميغ اللي عايش فيها حمادة بيه ابن عمنا ده ترضي مين؟ يا عم احنا هنحاسبه؟ ده راجل عنده 60 سنة، يعمل اللي هو عايزه بقى. لا ما يعملش اللي هو عايزه. انت ناسي ان البيت اللي قاعد فيه ده وكل يوم يجيب واحدة ويتجوزها فيه يبقى بيتنا؟ انت قصدك ايه يا علاء؟ قصدي يعني ان ما يرضيش اي حد ان ابقى مديون لطوب الارض وادخل السجن بشيكات والبيه قاعد في النعيم اللي هو فيه ده. البيت ده بيتنا يا كمال، وانا بقى مش هسكت بعد كده. بيتنا ازاي يا علاء؟ لا بقى ده مش بيتنا، البيت ده بتاع نوال اختك وباسمها، وملناش فيه اي حاجه لا انا ولا انت. ونوال اختي يرضيها انها تسيب البيت لحماده واخوها يدخل السجن؟ البيت ده لو اتباعها كمال مش هجيب اقل من 15 مليون جنيه. وهيتباع ازاي؟ هي نوال قالت انها هتبيعه؟ نوال دي دريانه بحاجه، بقى لها اكتر من 20 سنه ما جتش مصر، ولا عارفه حتى البيت يسوى كام دلوقتي. يا علاء يا اخويا، كل واحد فينا خد نصيبه من تركه بابا الله يرحمه. نوال ملهاش غير البيت، لما تبقى تيجي هي تبقى تتكلم معاهم بقى. وافرض انها ما جتش خالص، يبقى البيت يروح علينا عشان حماده يتجوز فيه كل يوم واحده؟ وبعدين انت تقبل ازاي ان واحده غريبه تقعد في بيت اختك وتتمتع في خيرها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كمال بيه؟ الله يسلمك.
وعلاء بيه هنا كمان؟ ياه ده انا حظي حلو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حاج. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل يا حاج خليل. الظاهر انتوا بتتكلموا في موضوع عائلي، هبقى اجي لك في وقت تاني يا كمال بيه. لا ابدا يا حاج، مفيش حاجه. طيب خلص مع علاء بيه وابقى فوت عليا في مكتبي، عاوز اخد رايك كده في موضوع يا كمال بيه. عناية يا حاج. بعد اذنكم. اتفضل. نورت الشركه يا علاء بيه. الله يخليك يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله زمن ولا الافلام. مش ده الحاج خليل اللي كان شغال عند جدنا الباشا، اللي يشوفك وانت بتتنفض وتفز من مكانك كده يقول انه كان صاحب الباشا، هو الباشا نفسه واحنا اللي شغالين عنده. الراجل كتر خيره يا علاء، كفايه انه محافظ على اسم الشركه وما غيروش وبيعاملني احسن معامله. معامله ايه بس يا عم انت؟ مش ده الحاج الخليل اللي كان بيوصلنا كل يوم المدرسه زمان وكنا نقعد نزقله بالطوب؟ والله انت نسيت. انا نسيت ان من عيله عزه من يوم ما بابا مات يا علاء. خلينا واقعيين بقى ونحمد ربنا على كل شيء. اسمنا لسه موجود والمرتب اللي باخده من الشركه معيشني كويس. طب الشركه وراحت علينا، هنستنى بقى كمان لما البيت يروح على ايدين حماده؟ انا هكلم نوال في المانيا، هشرح لها الموقف بالكامل. البيت ده لازم يتباع يا كمال. طب لو نوال وافقت على البيع هيروحوا فين حماده وماما نونا؟ واحنا مالنا ومالهم بقى؟ الله، واحنا هنشيل همنا وهم غيرنا. وماما نونا هنرميها في الشارع وهي في السن ده؟ لا انا ما قلتش كده، بس يشوفوا لهم شقه صغيره على قدهم. ما المحل بيكسب شيء وشويات وعلى قلبه فلوس قد كده. هو ده لو ما كانش معاه فلوس كان يتجوز ازاي؟ ويرضيك ان احنا نعمل في ماما نونا كده يا علاء؟ نسيت الست دي وقفت جنبنا ازاي وعملت معانا ايه؟ ده هي اللي مربيانا تقريبا. ده انا مش فاكر شكل ام الله يرحمها. ده انا ساعات بيتهيألي ان ماما نونا دي هي امنا الحقيقيه. استهدى بالله كده يا علاء، لو كان على حماده انا ولا يفرق معايا، لكن ماما نونا انا عارف انك انت نفسك ما تقدرش تزعلها ابدا. يلا يا هيثم هفسحك فسحه النهارده بقى، انما ايه؟ هركبك المراجيح وهشتري لك كل حاجه انت عايزها. خلي بالك منه يا ماما. اخص عليكي كده برضو يا ايناس، ده هيثم ده نور عيني، ده انا ما صدقت انه جاي يقعد معايا. انتوا هترجعوا امتى؟ يعني على الساعة 8 كده. احسن انا في البيت ده بقيت انا وهيثم عاملين زي العزال. طب ما تتأخريش يا ماما. انت ما عندكيش لبس تاني؟ ايه ده؟ ما تلبسي يا اختي لجوزك وتدلعيه وتتشغلعي كده. انت بتعرفي ترقصي يا ايناس؟ يا اختي على بنات الايام دي، ايه الخيبه اللي انتوا فيها دي؟ خلاص بقى يا ماما، خلاص ما تقوليش كده. طب خلاص انا مش هوصيكي. باي باي يا ايناس. باي باي يا ماما. يلا يا حبيبي. حماده قومي يا حلوه، قومي يا طعمه. ايوه يا ماما. بجد؟ طيب ميرسي يا ماما. لا لا خلاص، مسافه السكه على طول. مع السلامه. واحد جاي من التأمينات عاوز يقابل حضرتك. مش فاضي، وزعه يجي وقت تاني. وفي حاجة تانية؟ لا تانية ولا تالتة، الساعة 4 دلوقتي، خلاص مش فاضي. إبراهيم عاوز يقابل حضرتك. إبراهيم مين؟ إبراهيم مين؟ إبراهيم ابنك. أهلا إبراهيم، إزيك يا حبيبي؟ أنا آسف يا بابا، أنا جيت كده من غير ميعاد. لا لا حبيبي، تيجي أي وقت أهلا وسهلا. أنت لسه واقف، ما تسيبنا. أب وابنه هيتكلموا، مش يمكن في أسرار؟ أنا آسف. يا إبراهيم، عايز حاجة؟ الحقيقة يا بابا ما ينفعش ما تقعد تقول الحقيقة والواقع، ما فيش وقت للكلام ده. الساعة 4 دلوقتي وأنا عندي ميعاد مصيري الساعة 5، لو تأخرت ثانية يبوظ. أنا عاوز حضرتك تيجي معايا الجامعة. أجي معاك دلوقتي؟ لا يا بابا، أصلهم سحبوا مني الكارنيه وحرموني من امتحان السنة دي. وعايز حضرتك تيجي معايا بكرة عشان تقابل وكيل الكلية. هما قالوا كل طالب لازم يجيب ولي أمره.
انت معايا يا بابا؟ ايوه معاك يا حبيبي. كويس، برافو عليك. هو ايه ده اللي كويس؟ هو انت كنت بتقول ايه؟ بقول لحضرتك رفضوني من الكليه. رفضوك؟ لا مش من حقهم. انا لا يمكن اسكت على الموضوع ده. انا بكره هاجي لك الصبح لقابل عميد الكليه، رئيس الجامعه كمان. انسى الموضوع ده، اعتبره خلص خلاص. بس انا دلوقتي يا ابراهيم لازم امشي عشان الميعاد بتاعي. استنى حضرتك بكره الساعه 9 قدام باب الجامعه. 9 بالثانيه هتلاقيني قدامك. المهم انت يا بطل بقى ما تتاخرش. باي باي يا ابراهيم. دي زياره مفاجاه انما حلوه يا انكل علاء. ربنا يحميك يا حسام. الحقيقه العيله كلها بتفتخر بيك. اهو ابوك ما عملش حاجه صح في حياته غير انه خلفك. متشكر يا انكل. الحقيقه في موضوع كده انا كنت جاي لك فيه، موضوع سخيف شويه لكن ماليش غيرك اروح له. انت زي ابني برضو. طبعا طبعا. هو حضرتك كنت بعت لي حد علشان يعمل رخصه العربيه باين؟ كله تمام؟ في اي مشاكل؟ لا 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 طبعا كله تمام، بس مش هو ده الموضوع. امال حضرتك عاوزني في ايه؟ انا عارف ان انت معترض على تصرفات ابوك ومش موافق على عمايله دي، لكن بتهيالي كده ان في امور لازم الابن الكبير يتدخل فيها. لو سمحت يا انكل، انا ماليش دعوه بالراجل ده خالص. كل المصايب اللي بتجيني بتجيني من تحت راسه. انا عارف، بس هنعمل ايه؟ الانسان ما يقدرش يهرب من قدره. في ناس كده في حياتنا مهما حاولنا نتجنبهم لكن هما في الاخر منسوبين لينا. لازم نلحقهم، ننقذهم، لان احنا اللي بندفع الثمن مش هما. انكل علاء، ايه الموضوع بالظبط؟ الست دي اللي اتجوزها ابوك. ست مين؟ وانت ما تعرفش؟ هو اتجوز امبارح، كان عيد ميلاد ودخله في وقت واحد. مش ممكن. والله ده اللي حصل. المشكله مش انه اتجوز، المشكلة إن الست دي اللي اتجوزها هتشطب على اللي وراه واللي قدامه لو كان فاضل معاه قرشين، وأنا شايف إن أنت أولى بيهم لأنهم حقكم. بقى أنا رايح أقول له ياخد باله من إبراهيم ابنه ويعقله، يوم يروح يتجوز. الظاهر يا حسام إنك أنت لازم تروح له بنفسك وتعقله. إحنا عيلة كبيرة والمعادي كلها عارفة تاريخ عيلة عزه. مش معقول نيجي على آخر زمن ونتبهدل وتبقى سيرتنا على كل لسان.